بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل الانطلاقات، تتواصل الإثارة والمنافسة شوطا تلو الآخر، شوطا إذا ينتهي وشوطا يبدأ، شوطا لايق الأهمية. بعدما تابعنا شوط نعايم مطر بن محمد بن دحروي 4:43، هذا الشوط لايق الأهمية. نسير مع الإثارة خاص بالجعدان اليرموك اللي تصدر قيادة الشوط، والحزمي بن حمود بالحزمي العفاري يقدم لنا اليرموك على المركز الأول، تليه في المركز الثاني هداد لسعيد بن مهير بن سعيد بن زاري الاكتبي، والمركز الرابع سمران لسيد مانع بن قبيلي بن نخر المحاربي، والمركز الرابع وصل الذيب محمد بن راشد بن حضيرم، بينما الوصول والتقدم من شاهين لسيد سعيد بن محمد بن سعيد بالعري الفلاسي يتواجد في تحدي هذا الشوط. بينما شوف اللي وصل لاضي لعبد الله بن راشد بن حليس الاكتبي، يقدم لنا اللاضي في معركة هذا الشوط. هكذا الإثارة، هكذا المنافسة. نعود إلى قمة البداية ونعود إلى اليرموك، اليرموك اللي يقود البداية، يقود الصدارة، يقود المركز الأول والتحدي الأول على بداية الشوط. الحزمي بن حمود بالحزمي العفاري قدم لنا نوعية فارقة عن بقية الجعدان بهذا الأداء، بهذا الحضور، حيث أن قاد الشوط من بدايته، قاد الشوط من بدايته ومسيطر حتى هذه اللحظة، ولكن بدأ يلظو لاضي، يلظو لاضي. وأهل الهير هنا يبغوا يهدي السلام، يبغوا يهدوا السلام إلى أهالي الهير. عبد الله بن حليس يقدم لنا لاضي، عبد الله بن راشد بن حليس الاكتبي احد الاسماء القويه، بن حضير متواجد حاضر على المركز الثالث، يقدم لنا الذيب الكيلو المتر الاخير، كيلو الصراع، كيلو المنافسه. سياف يا سياف بن دربش، بن دربش. ولكن خلنا مع البدايه، مع البدايه، مع المركز الاول، مع من يقود السر، مع من مسيطر. اليرموك بطل هذا الشوط، بطل الإثارة، بطل المنافسة حتى هذه اللحظة، لا زال على المقدمة. الحزمي، الحزمي بن حمود بالحزمي العفاري، لاضي 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 لاضي. عبد الله بن راشد بن حليس الاكتبي الهير، 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 الهير. ولكن اليرموك، اليرموك، اليرموك. الله 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 على هذا الرقص. اليرموك ولاضي، اليرموك ولاضي. ولكن اليرموك هو على البداية، هو على الصدارة، على المقدمة. الحزمي بن حمود بالحزمي لا زال على مقدمة الشوط. المنافسة، الصراع من قبل لاضي، ولكن اليرموك لاضي، لاضي. اليرموك لاضي، اليرموك، اليرموك، اليرموك هو بطل هذا الشوط. تهانينا للحزمي بن حمود بالحزمي العفاري على فوز اليرموك. المركز الثاني لاضي ما قصر، قدم حضور مشرف للقاية. راشد
عبد الله بن راشد بن حليس، والمركز الثالث للسيد محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي، والمركز الرابع وصل في مجادل الكرام سياف سعيد بن سالم بن دربش العامري، والمركز الخامس كان من قبل اللي هو واضح أو وضاح للسيد مبارك بن سعيد بن مبارك العويسي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. تهانينا للحزمي بن حمود بالحزمي العفاري على فوز اليرموك بأول الأشواط، 4:44، 4:44 هو التوقيت الذي تسجل تحت أقدام اليرموك.